خناقة وخضة، سر القوة في سوبر رغدة. انا اسفه خالص يا مستر ادهم، عمال اقول لهم حد يقفل الميه، حد يقفل الماسوره الام، ما حدش عايز يسمعني، انا اسفه. حصل خير، انا بس كنت خايف على الاجهزه، على قوم الشغل كان هايل. بص يا رغده، رغم ان احنا اتغرقنا يعني، بس والله العظيم دمك خفيف، انا متاكده ان انت بعد الاعلان ده هتمثلي. ايه اللي هتمثل؟ وانا اللي هخرج لها كمان. ليك عندي حته فيلم هبقوله لك على انفراد. لا انا مش عايزه امثل، انا مبسوطه بالاعلانات، شكرا. احنا بكره فركش يا ابني. ليه؟ الرجاله تعبوا قوي. احنا عندنا شغل كتير، انا كده الايام هتفرط منه. اسمع كلام. ما كانش يا اخي عشان الرجاله تعبوا، عشان عيد ميلاد رانيا. هابي فالنتاين يا رانيا. ميرسي يا جريش. ايه ده معقوله؟ هو عيد ميلاد رانيا؟ كل سنه وانت طيبه يا رانيا. وانت طيبه يا رغده. بقول لك ايه، لازم تيجي. اجي فين؟ لا لا ما ينفعش. اصل انا داخل عليا برد، وانا البرد لما بيمسك صدري مش عايزه اقول لك كميه كحه ولا كميه بلاغم، برقد اسبوع. ولا انتوا مش عايزين تكملوا الشغل ولا ايه؟ انت هتعملي زي عيد ميلاد ملك؟ والله العظيم هزعل منك. من الاخر كده، لو ما جيتيش رحمه امي هاجي الاوضه واجيبك من شعرك. انت ليه عنيف كده؟ خلاص هاجي هاجي. اوه بيت خيالك المريض. اذا سيطر شخص ما على تفكيرك فهذا هو الحب، لا محاله. انت ايه اللي جابك هنا؟ ملك قالت لسرين. يعني انت جاي هنا عشاني؟ ما كانش ينفع ما اجيش يوم عيد ميلاد. كل سنه وانت طيب. انت كمان عرفت يوم عيد ميلادي؟ تحب اقول لك اتولدت يوم 20/4، الساعه كام بالظبط؟ لا دي صعبه عليك شويه. اصلا انا اتولدت يوم 20/4 الساعه 12 الا 5. لو كنت اتاخرت 5 دقايق بس كان زماني دلوقتي برج الثور مش برج الحمل. طب احمدي ربنا، ده بتوع برج الثور دول صعبين قوي. مين عارف الحمل صعبين ولا لا. بص بقى، انا مش هفتح الهديه دي، بس هاخدها منك النهارده بالليل في عيد ميلادي، لازم تيجي. ما ينفعش. ايه ده اللي ما ينفعش؟ لا لا لا، ازاي؟ طبعا لازم اجي. بيت قذرتك. اخرش يا سيفي.
افتكرتك مش جاي. ما ينفعش ما جيش. حلوة قوي. عجبتك؟ حلوة قوي بجد. حاطط صورتي كمان؟ انا حطيت الصورة اللي انا اخترتها. نص التاني؟ لا النص التاني ده بقى بتاعك انت. انت اللي تختاري. بقول لك ايه؟ انا محتاجة ادخل الحمام حالا. هو ده بجد ده ولا ايه؟ لا ده جرافيك. أنا آسف تأخرت عليك. أنت غريب أوي يا إسماعيل، يعني تظهر فجأة وتختفي فجأة. مش جايز أكون بعمل كده علشان أوحشك. أنا أول مرة في حياتي أقابل حد يخليكي إيه؟ عايزة أشوفه أفكر فيه عايزة أبقى معاه. عايزة أقولك إن التلات مشاعر دول بيتحطوا تحت إحساس واحد بس اسمه الحب. تفتكر؟ أكيد. أنا عايزة أعرفك بحد مهم. مين؟ رغدة. يلا. لا استني، رغدة البنت بتاعت الإعلانات صح؟ ده احنا اتقابلنا مع بعض جوه وعرفتني نفسها. دي بنت لذيذة جدا على فكرة. ما قالتليش الخميسة دي. الساعة دلوقتي 12 إلى 5. زي دلوقت اتولدت البني آدم الوحيدة اللي غيرت لي حياتي. بجد بتبقي مبسوطه وانت قاعده معايا؟ قوي. هو احنا ليه بنضيع وقت كده؟ يعني ايه؟ تتجوزيني؟ اصل انا باخد شاور، اديني دقيقة واحدة بس علشان انا ريانة ملط. شاور؟ ايوه حبيبتي، ثانية واحدة. يلا يا رغدة بقى، انا تعبت قوي من الوقفة. ساعة موقفاني على البرد، كل ده بتاخدي شاور؟ معلش يا حبيبتي، اصل انا في طقوس كتيره لازم اعملها وانا بستحمى. طقوس ايه بقى ان شاء الله؟ لا تفاصيل، ما تشغليش بالك. لا يعني ايه التفاصيل؟ يعني عندي مثلا شويه بخور افغاني كده بولعهم في ركن في الحمام على عودين شيح يشبروا الكابينه. ودي بقى مفيده للبشره؟ بيخلي جلدك عامل زي البيضه المسلوقه. امال ايه؟ انسي الطقوس، انا كنت جايه لك في موضوع اهم. ايه؟ ادهمت؟ خبر احلى. خير يا حبيبتي، شوقتيني. اسماعيل طلب يتجوزني. بجد؟ ما تقوليش. الله العظيم. وانت رديتي قلتي له ايه؟ انا بيني وبينك يعني قلت اتقل عليه شويه، وقلت له انا محتاجه افكر. طب وايه، فكرتي ولا لسه؟ ايوه طبعا فكرت وطبعا موافقه. وعشان هو خبر يجنن انا قلت انت لازم تبقي اول واحده تعرفيه.
رغدة مالك؟ سرحتي في ايه؟ بقولك يا رانيا حبيبتي، كنت عايزة اخد رأيك في حاجة. طبعا قولي. هو لو البني ادم كذب كذبة صغيرة علشان يوصل لحاجة بيحبها وما كانش قدامه طريقة تانية غير الكذب، دي حاجة تزعل؟ هي حاجة تزعل بس انا مش فاهمة حاجة. طب بقولك ايه، هعمل حاجة ويجيلك على طول، اوعي تتحركي. رغدة اتجننت، قول لها انا واسماعيل هنتجوز تقولي دلوقتي اتولدت البني ادمه الوحيده اللي خلت لي حياتي معنى. انا رانيا يا رغدة افتحي اديني بيها واحده بس علشان انا ريانه ملط. رانيا انا عارف ان انا كذبت بس لا بلاش كذبت دي. رانيا انا بحبك. وفي رغدة البنت بتاعت الاعلانات صح؟ ده احنا اتقابلنا مع بعض جوه و ده الواد ده مز وعرفتني نفسها ده جامد اخر حاجه ده فتيق ده كل حاجه. خلاص يا رغدة في ايه؟ عجبك كل ايه؟ دي بنت لذيذه جدا على فكره. من فضلك رانيا فهمي غرفة كام؟ ثانية واحدة. لا يا فندم، عملت تشيك اوت وطلبت ليموزين تنزلها القاهرة. ثانية واحدة. لما اتصدمت من جوزي الأولاني كنت فاكرة انه أسوأ راجل في الدنيا، ما كنتش متصورة ابدا ان انا هقابل الأسوأ منه لحد ما قابلتك. على فكرة انتوا نسيتوا تخبوا الساعة، بلغ سلامي الرغدة اللي كنت فاكرها صاحبتي. يعني ايه غيرت رقمها من غير ما تقول لنا؟ اتجننت دي ولا ايه؟ طب بقولك، كلمي حد من الكلاينتس كده اللي بتتعامل معاهم، جايز تكون اديت لهم رقم جديد. انا متشكر قوي. انا لسه جاي من عند البيت بتاعها، البواب بيقول ان هو بقاله اسبوع ما شافهاش. ده مش فاضل غير يومين على المؤتمر الصحفي بتاع السهر كده، شكلها مش جايه يا صاحب السعاده. ده هي اللي منظمه كل حاجه، ازاي ما تجيش؟ ده رضيع. طب بقولك يالا، انت اكدت لي على رغدة تيجي ولا لا؟ دي نجمه الاعلان. رقبتي الف. اسماعيل كريشة، طمني في اخبار؟ مفيش اخبار، الشركة مقلوبة على البيت والبيت تحس ان هي هجت. مالك يا اسماعيل؟ انا اول مرة اشوفك في الحالة ديت، قد كده البيت فارقة معاك؟ هتصدقني يا جريشة لو قلت لك اني ما بقاش فارق معايا ان احنا نرجع لبعض. اكتر حاجه مضايقاني دلوقتي ان انا السبب في بوظان حياتها. لا ده بكره المؤتمر الصحفي، انت لازم تحضر بكره. اقصد يعني رغدة لازم تبقى موجوده بكره. تصدق رغدة دي كانت السبب الرئيسي اني قابلت البني ادمه الوحيده اللي حبيتها في حياتي بجد، وهي برضو السبب اللي خلتنا نسيب بعض. انت بتقول اي كلام؟ يعني ايه يعني؟ يعني اعتبر رغدة ماتت. على قد ما انا مبسوطه انك سبتي بيتك وجيتي تقعدي معايا هنا، على قد ما انا متضايقه من الحال اللي انت فيه ده. حالي يا ميمونه كويسه، انا بس عندي شويه ضغوط كده في الشغل. ضغط شغل يخليكي تغيري رقم الموبايل وتقعدي طول النهار مبوزه كده؟ انت كانك هربانه من حاجه. الكلام ده بقى يا ماما صدقيني انا كويسه. عارفه كده ساعات الواحد بيبقى عايز يفصل من الدنيا كلها، فانا قلت بقى اسيب الدنيا كلها واجي اغسل في حضنك. ياسلين في ايه؟ مش انت دايما بتقولي ان احنا اصحاب وليه ما بقتش اتغير؟ كبرت خلاص. ليه ياسلين، انت عايز تتجوز ولا ايه؟ لا انا عايز اعرف انت زعلان ليه. طب ولو عرفت هتعمل ايه؟ يمكن اساعدك، بس انت قولي ما تخبيش عليا حاجه. بص ياسلين، انا مش هقولك لان انت صاحبي كبرت وبس، هقولك لان انت البني ادم الوحيد اللي ممكن احكي له على كل اللي جوايا، واكيد هيفهمني. مامي
مامي هو انا مش راجعه تمرين الشيش تاني؟ لا يا حبيبتي هترجعي بس مش دلوقتي. طب ينفع افتح الموبايل؟ انا مش عارفه انت مخليني اقفله. انا مش بخليكي تمسكي الموبايل علشان انا قلت لك ان احنا في اجازه عند تيتا وعايزين نقعد كلنا مع بعض، وانت لما بتمسكي الموبايل مش بتقعدي معايا خالص. ايه رايك لو عشنا عند تيتا على طول؟ طب ينفع اصحابي يجي يعيشوا معايا؟ صحابك كتير قوي يا ملك. لا مش كلهم، ممكن فريده وشهيره وعايزه سليم اصلا بيضحكني قوي. ممكن اسالك سؤال؟ اسال طبعا. ومين بقى اللي قطم في الموضوع ده؟ جراعة سليم، انت هتقطمني ولا ايه؟ انا طبعا. يبقى لازم تفضل وراه لحد ما تصالحها. الموبايل بتاعها قفلاه، وبعدين غيرت الرقم، يا راجل دي سابت البيت، حتى الاكونت بتاع الفيسبوك قفلته. لو انت بتحب طنط رانيا قوي هتعرف تلاقي. ليه تم اختيار رغدة علشان تكون الوجه الإعلاني للمشروب؟ الحقيقة رغدة حققت نجاح كبير في حملتها الأولى لا للتحرش، فاحنا حبينا نستغل النجاح ده خصوصا مع منتج كبير زي إس آر، فاشتغلنا على الفكرة مش أكتر. هل معنى عدم وجود رغدة النهاردة إن في خلاف؟ الحقيقة رغدة كانت تتمنى تحضر بس هي عندها ظرف صحي يمنعها. هل في فعلا تعاون بينكم في مشروع فيلم سينمائي؟ والله حاجة زي الله. رغدة؟ رغدة جماعة رغدة، شوف زي القمر ازاي. احب اقدم لكم رغدة نجمة حملتنا. هل عودتك بحملة اس ار كان وراها الرغبة في مزيد من الشهرة ام مزيد من المال؟ أنا منكرش أنا عملت كده في البداية لأني كنت محتاج فلوس بجد، وكمان كنت محتاج الناس بتموهبتي في الشغلانة اللي أنا بحبها سبيشال إفكت. في وسط ما أنتوا عايشين في الكذبة الكبيرة اللي صدقتوها وحبيتوها كمان، قابلت البني آدم الوحيدة اللي حبيتها في حياتي بجد وعلشان أوصل لقلبها للأسف كان لازم أكمل في شخصية رب، ودلوقتي لازم اعترف لها واقول لها انا مين بجد. اللي انت بتقوليه ده وان صوتك خشنك ده ليه؟ اسفين يا ساده، رغدة اصلها منتشيه عندها برد. تعمل ايه؟ هتودينا في داهيه. اسكت انت. شخصيه رغدة دي انا صنعتها بس مش هسيبها تبوظ حياتي. انا اسماعيل الجرح يا رب. رانيا لو شايفاني أرجوكي سامحيني.